السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو في فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة درس جديد من دروس السي شارب. إن شاء الله النهاردة معانا شرح الويك ريفرنس في السي شارب. الويك ريفرنس، تعالى كده أقول لك على حاجة. بس ده لينك الويك ريفرنس على مايكروسوفت دوكس، وهسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكربشن لو عايز تقرا أنت المقالة دي. الويك ريفرنس المقالة دي بتشرح الويك ريفرنس بشكل سلس، يعني بشكل حلو. باختصار المقالة دي بتقول لي ان الجاربج كوليكتور ما تقدرش انها تجمع الجاربج كوليكتور دي، اللي ما يعرفهاش الجاربج كوليكتور دي هي اداة مصممة انها تعالج الذاكرة بتاعتك المستخدمة اثناء البرنامج بتاعك، ذاكرة مش انت مش محتاجها، اوبجكت انت خدته مثلا من كلاس معين، فالاوبجكت ده ما بقاش ليه لازمه خلاص، انت مش قادر مش انت مش موصل له، او هو ملوش خلاص، بقى جاربج، بقى زباله. الجاربج معناها زباله، معناها كمامه. فهي الجاربج كوليكتور دي هي المسؤوله انها تجمع الاوبجكت ده وتحرر الذاكره بتاعته من الاوبجكت ده. الاوبجكت ده بيبقى طبعا مستهلك ذاكره ان هو شغال عليها، هي بتحرر الذاكره دي بترجعها للسيستم. هي المسؤوله عن اي ذاكره موجوده في الذاكره مستخدمه موجوده في البرنامج بتاعك. فجاربج كوليكتور دي بتشتغل ازاي؟ بتشتغل لما انت بتكون مثلا يعني انا مثلا عندي هنا ايه كلاس فوق، سيبك من الكلام ده دلوقتي، عندي كلاس اسمه كلا. الكلا ده جواه مش جواه حاجه، بس جواه ديستراكتور، بس بيقول فاينلايز بس ان هو الديستراكتور ده بيستدعى لما جاربج كوليكتور دي بتمسح الاوبجكت بتاعي. طب ماشي، افرض انا خلاص انا عندي داله اسمها لالا مثلا، فاهم؟ الداله دي انا عملت جواها متغير، جبت منها اوبجكت، خدت انستانس من الاوبجكت ده اسمه كلا وخلاص. في نهايه الداله دي لما بتخلص خلاص، ده معناها ان الاوبجكت ده اللي هو النيو اللي انا حطيته في الهيب ده، معناه ان هو بقى جاربج خلاص، بقى زباله، انا مش واصل له خلاص. انا مستدعي اللي هي الداله اسمها لالا دي في المين، فخلاص، فانا خلصت الداله دي فانا مش محتاجها، فتعتبر هنا الاوبجكت ده جاربج زباله خلاص، انا مش محتاجها. فالجاربج كوليكتور هنا هي المسؤوله عنها تجمع هنا، فاهم؟ طب ماشي، هل الجاربج كوليكتور امتى بتبقى مدركه ان الاوبجكت ده خلاص مش ليه وصول، او انت كبرنامج بتاعك ملوش اداه تمسكه بيها؟ تعالى بس كده اقول لك على حاجه. انت لما تيجي تعمل اوبجكت، الاوبجكت ده اللي اسمه جي ده هو اللي بيتخزن في الستاك، والنيو الاستانس ده بيتخزن في الهيب. فالستاك امرها سهل، هي مجرد بس انت تخرج من الداله خلاص، انت الجي ده بيتمسح. الجي ده اسمه ريفرنس، فاهم؟ فالريفرنس ليه نوعين، في سترونج ريفرنس وفي ويك ريفرنس. لغايه ما انا شغال في الداله دي دلوقتي، انا ماسك عندي في الستاك عندي اوبجكت اسمه جي. الجي ده بيأشر على انستانس من الكلا اللي في الهيب، فاهم؟ فالجي ده ايه، يعتبر سترونج ريفرنس عندي انا ماسكه. الجاربج كوليكتور ما تقدرش تقرب ناحيه الكائنات اللي هي متأشر عليها من خلال سترونج ريفرنس اللي هو الجي دي. بس لما انا بخرج بره الاقواس الداله دي، الجي ده بيتمسح من الستاك، فبقاش في سترونج ريفرنس عندي في الكلا. اولا بفقد ان انا بقدر اتحكم في الكلا دي خلاص، ما انا ما عنديش حاجه تمسك الاوبجكت ده في الهيب، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الجاربج كوليكتور تقدر تمسحها بكل سهوله، دي السترونج ريفرنس. طبعا السترونج ريفرنس انا بقول لك لو من اول ما بتخلص هنا خلاص، الا بقى لو هي ستاتيك فوق، يعني عندك مثلا هنا اللي هي الفاريبل ستاتيك ده، لا ده ما بيتمسحش، ده بتدي له تاشير، لا برده بيفضل سترونج ريفرنس. لازم الاعلان عن السترونج ريفرنس يكون في قوس الداله من جوه، عشان لما الداله تخرج من هنا تبقى هو جاربج. ده سترونج ريفرنس. في بقى النوع الثاني اللي هو الويك ريفرنس. الويك ريفرنس ده بيتيح لك ان انت الجاربج كوليكتور تمسح الاوبجكت بتاعك، وعندك برضو ان انت امكانيه ان انت تتحكم فيه. ازاي؟ يعني مثلا لو انا مثلا ايه، انا عندي مثلا اوبجكت ده مثلا انا مش عارف احتاجه ولا لا، فانا ايه، لو انت برضو قريت في المقال هنا بيقول لك هي بتفيد في الاوبجكتات اللي هي سهله انها تتعمل بس بتستهلك ذاكره كبيره قوي، يعني مثلا الاوبجكتات اللي هي بتستهلك رامه كبيره قوي بس هي سهل انها تتعمل، فاهم؟ فانت مثلا الاوبجكت ده انا مش عارف احتاجه ولا لا، فانت بتجيب ويك ريفرنس عليه، بحيث ان ان انا ممكن ارجعه في اي وقت لو انا احتاجته، يعني ان انا ممكن ارجعه في اي وقت، واني لو الجاربج كوليكتور اشتغلت
والله هي خلاص تمسحه وانا ممكن بقى اجيبه من جديد بقى اعمله من جديد. لو الجاربج كولكتور ما هو لسه ما اتعملتش او لسه ما استودعتش خلاص انا اقدر ارجعه بكل سهوله. كمثال مثلا في طبعا هنا في نوعين من الجارب من الويك ريفرنس، في الشورت وفي اللونج. هنشرح الشورت واللونج مع بعض دلوقتي. ولو مثلا احنا عندنا مثلا هنا تعالى ناخد مثال عندنا هنا ستاتيك اوبجكت من الويك ريفرنس. الويك ريفرنس دي هي موجوده في السيستم طبعا، احنا قلت لك برده على الكلاس بتاعنا في النيم سبيس اللي اسمها سيستم ويك ريفرنس. بناخد ان انستانس من الكلاود ونقول دبليو اف بتساوي نيو ويك ريفرنس، بنحط له الاوبجكت اللي احنا عايزين نقشر عليه بالويك ريفرنس بتاعتنا. خلي سيبك من الطرق دلوقتي دي هنشرحها كمان شويه. دلوقتي احنا خلاص احنا حطينا احنا عندنا دلوقتي في اثنين ريفرنس بيقشروا على الاوبجكت اللي هو الانستانس اللي هو نيو كلاود، واحد سترونج اللي هو جي وواحد ويك اللي هو الدبليو اف. لما انا بخرج بره اقواس الداله دي فاهمني، خلاص انا خرجت بره اقواس الداله دي فسترونج ريفرنس ده بيتدمر بيتشال من الستاك. فنرجع كده للمين، طبعا انا بستدعيها هنا من الاول. في امر عندك اسمه جي سي كولكت دوت كولكت، دي بتجبر الجي سي انها تشتغل. طبعا احنا ما يفضلش انت تستخدم الامر ده، احنا مستخدمينه بس دلوقتي عشان يعني عشان اوضح لك برده الويك ريفرنس بتشتغل ازاي. الويك ريفرنس خلاص بقى تعالى نقفل دي كده خلاص احنا مش محتاجينها. انا استديت دلوقتي الاوبجكت بتاع اللي هو الانستنس اللي هو كلاود عليه ويك ريفرنس بيأشر عليه. تعالى كده مثلا نشغل البرنامج بتاعنا دلوقتي. في هنا طبعا بعد الجي سي كولكت هنا في تعالى كده امسح دي برضه، هي ده المثال الثاني كنت عامل المثال الثاني ومسحته. دلوقتي احنا بنستدعي اللي هي الجي سي كولكت فاهم، عشان تورينا عشان تجيب الاوبجكت ده. خلي بالك انا اقدر اجيبه ثاني عادي مفيش اي مشكله. تعالى كده نشغل البرنامج بتاعنا. بص هيطبع لي ايه فاينلايزد، بص اللي هي الديستراكتور اللي هو بيستدعى الجي سي استدعت اللي هي الفاينلايزد دي اللي هي الداله اللي هي بتستدعى قبل ما الاوبجكت ده يتمسح من الهيب وخلاص فولس. هنا فولس فولس دي معناها ان هو في خاصيه في الويك ريفرنس بتحدد لي هل اسمها از الايف، بتحدد لي الاوبجكت اللي انا باشر عليه بالويك ريفرنس ده اتمسح ولا لسه حي ولا اتمسح خلاص. لا خلاص انا استدعيت الجي سي كولكت فهو اتمسح اوريدي خلاص. طب افرض انا قبل الجي سي كولكت حبيت استدعي الويك ريفرنس، حبيت استدعي البتاع ده الانستانس ده، باجي اعمل ايه؟ باجي هنا اقول كلوك اني بعمل انستانس جديد بقول كي مثلا بتساوي دبليو اف اللي هو الكام بتاع ده اللي هو الكام بتاع الويك ريفرنس نقول دوت تارجت تارجت ونقول له اس. هو التارجت ده بيخصيه بترجع لنا الاوبجكت اللي هو اللي احنا بنقشر عليه دلوقتي اس كلا، احنا عايزين نحوله لكلا فاهم كده. في لما بيجي هو ينفذ الحته دي خلاص بقى خلاص كده الجي سي كولكت، حتى لو انا جيت عملت جي سي كولكت انا عندي خلاص سترونج ريفرنس عليه، فانا هو الجي سي كولكت مش هتجمعه. حتى بعد ما الجي سي كولكت تخلص وانا اطبع از الايف هيقول لي ترو ان انا في سترونج ريفرنس اوريدي عليه، فالجي سي كولكت ما تقدرش تقرب منه. ماشي، هي دي فكره الويك ريفرنس يعني بشكل عام كده، هي دي الفكره بتاعته ان هو بيتيح لك ان انت تفضل ماسك الاوبجكت بتاعك تقدر تراجعه في اي وقت لغايه مده معينه لغايه ما الجاربج كولكتور تشتغل. لو قبل ما تشتغل انت تقدر ترجعه، لكن لما بعد ما تشتغل ما تقدرش انت ترجعه. دي الشورت اللي هي الشورت اللي احنا شرحناها دلوقتي، دي الشورت ويك ريفرنس. طب يعني ايه، طب ايه بقى اللونج ويك ريفرنس؟ لو انت لاحظت هنا تعالى كده اشرح لك بس حاجه، عايز بس اعرفك حاجه على السريع بس كده قبل ما نروح للونج ويك ريفرنس. عايز اوريك بس الجاربج كولكتور بتشتغل ازاي مع مع الميموري نفسها اساسا. لو نتخيل مثلا ان دي الميموري اللي عندي فاهم، انا هسيب لك برده اللينك ده تحت في الديسكربشن اللي هي مولاه متلونه بالازرق دي اللي هي الفري ميموري دي. عندي في 10 اوبجكتات، اوبجكت 1 الروت ده معناها ان هو البرنامج بتاعي بيأشر على الاوبجكت ده.
اللي هو في اوبجكت في الستاك بيأشر على الاوبجكت، على الاوبجكت خلي بالك الحته المزرقه دي هي الهيب، فمن اللي عند الاوبجكت ده اوبجي 1 بيأشر عليه، واحد وثلاثه واربعه وسته بيأشروا بيتأشر عليهم من خلال البرنامج بتاعي، وسته بيأشر على 10 وثلاثه بيأشر على 8. طب ايه الاوبجكتات اللي هي خلاص المفهوم مفيش اوبجكتات في الستاك، اي قصدي الانستانس اللي مفيش اوبجكتات في الستاك بتأشر عليها؟ التسعة والسبعة والخمسة والاثنين، اثنين وخمسة وسبعة وتسعة. بس قبل الليلة دي ما بتحصل الجاربتش كوليكتور بيجيب الاوبجكتات اللي هي جواها فاينلايز ميثود اللي هي الديستراكتور. ولو مثلا انا عندي في الاوبجكت 1 اللي هو الاوبجي 2 3 و5 و6 و10 و6 و10، خمس اوبجكتات، الخمس اوبجكتات دول الكلاسات اللي واخد اللي انا واخد منهم الاوبجكتات دول معمول فيها ديستراكتور، معمول فيها فاينلايزد ميثود. خلي بالك انا بشرح بسرعه الحاجات دي ايه يعني ايه، بس لازم تكون عارفها يعني. احنا الجاربج كولكتور بيحط الحاجات دي هنا بحيث ان هو الاوبجكتات دي فيها داله لازم تستدعى قبل ما امسحها، لما اجي انا لما يكون ليا الاولويه ان انا امسحها، ان انا اقدر امسحها لما يكونش فيه روت عليها طبعا. فانا لما باجي اشغل الجي سي كولكت بتاعتي بيجي يعمل هنا ايه؟ طبعا هو بيقول لك هنا الروتس اللي بتبص على ايه، الواحد ده ما بيبصش على حاجه، الثلاثه دي بتاشر على اوبجكت تاني برده بالهيب اللي هو 8. نزل تحت كده جي سي لما انا مثلا اقول جي سي دوت كولكت بيجي يعمل هنا ايه، بياخد بيشوف هنا الاوبجكتات اللي انا مش عامل عليها فاينلايز، اللي ملهاش فاينلايز، اللي ملهاش فاينلايز ميثود، اللي هو الاوبجكت يعني اللي هو الاوبجكت السابع والتاسع، فاهم؟ لو انت مش ملاحظ هنا، لو انت ملاحظ هنا ايه السابع والتاسع هنا ما لهمش فاينلايز هنا، فاهم؟ ما لهمش هنا، مش متعرفين ان هم ليهم فاينلايز. لو نزلنا تحت بص شالهم على طول، هو في اول جي سي كولكت بيشيلهم. طب الاوبجكتات اللي هي ليها فاينلايز بينقلهم على حاجه اسمها الفريتشبل كويوي. الفريتشبل كويوي دي هي المسؤوله انها بتعمل ثريد ثانيه بتنفذ فيها الميثودات دي اللي هي الفاينلايز ميثود بتاعت الاوبجكتات دي قبل ما تمسح الاوبجكتات دي. بس خلي بالك الاوبجكتات دي يعني الاوبجكتات بتكون من ايه؟ من ميموري شغله الميموري دي وفاينلايز. الفاينلايز دي بتستدعى، بس الميموري بتفضل زي ما هي للجي سي كولكت اللي جايه اللي انا بستدعيها، بتمسح بقى الميموري دي. ده جاي ينزل تحت هنا في الجي سي كولكت اللي هي الثانيه خلاص بقى مسح. خلي بالك انا استدعيت جي سي كولكت فهو نقل من الفاينلايزد فاينلايزيشن كويوي. خلي بالك الحاجات دي ما اتنقلتش انها لسه ليها رود، لسه في برامج بتاشر عليها، بس هو نقل اللي هو في الفريتشبل كوي دي ان الاوبجكتات دي خلاص ما ليها روتس وليها ليها فاينلايزر، فهو هيستدعي الفاينلايز ميثود اللي جواها، وتاني جي سي كولكت عليها هيمسح بقى الميموري بتاعتها. تعالى كده ايه نشوف هنا، هو ده بقى اللونج ويك الشورت ويك ريفرنس لما انت بتحطها على بتاع ده على اوبجكت ليه ديستراكتور. ايه اللي بيحصل؟ ديستراكتور مش ديستراكتور الاوبجكت في اول جي سي كولكت، فاهم؟ اول جي سي كولكت خلاص بيفقد اللي هو الاوبجكت اللي انت بتاشر عليه بالويك ريفرنس ده، حتى لو ليه ديستراكتور ما بيكملش معاه، لكن اللونج ويك ريفرنس بتكمل معاه حتى بعد في اول جي سي كولكت. بس اول جي سي كولكت احنا اتفقنا انها بتعمل ايه؟ بتاخد الاوبجكت من الفاينلايزيشن كوي وتحطه في الفريتشبل، وهو في الفريتش اول ما بيتنقل من الفاينلايزيشن خلاص الشورت ما بتبقاش ليها اي علاقه بالاوبجكت ده. وحتى لو انت جيت هنا قلت از الايف في اول مثال عملناه بيقول لك لا انا خلاص انا فقدته، ما مش هعمل بيه حاجه، فقدته من الويك ريفرنس عنده لان انا شورت. لكن لو لونج هيكمل معاه لغايه لغايه ما يتنفذ داله الفاينلايز لغايه تاني جي سي كولكت. اول ما تاني جي سي كولكت اللي احنا اتفقنا بتمسح خلاص الذاكره خلاص بيفقده. تعال كده ايه نشوف مثال عشان تعلم بس عن ايه، عن لونج ويك ريفرنس. بتحط هنا ايه حاجه تانية اسمها ترو، بس هي دي اللي بتعمله، بس اللي انت بتعمله دلوقتي احنا مقشرين عليه. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟
خلاص بقى خليها، تعالى نشيل دي كده خلاص، احنا عايزينه نمسحها. جي سي كولكت هنا ايه اللي هيحصل؟ انا زي ما قلت لك في الاول مثال خالص، المفروض هنا طبعا او في اول مثال فولس ان هو خلاص انا فقدته، لا هنا هيطبع ترو ان هو لسه حي، لسه انا باشر عليه دلوقتي. تعالى كده نعمل رن، معلش بس يا جماعه هو بطيء شويه كده. جوجل كروم اهو بيقول لك هنا ترو ترو، انا لسه فعلا حتى بعد الفاينلايز دي ما استودعت، لسه فعلا لسه انا كويك ريفرنس لسه باشر عليه. طب تقول لي طب ايه لازمتها؟ طب يعني انا كمثلا انا الفاينلايز دي ايه لازمتها يعني؟ خلاص ما انا لسه باشر برضو لسه، هل ممكن اقدر ارجع الاوبجكت ده فعلا؟ اه ممكن ترجعه، بس في حاجات كتير انت ما تقدرش تستخدمها. يعني مثلا ايه؟ لو انا مثلا عندي هنا ايه في الكلاس ده، عندي مثلا ايه بروبرتيز وبتاع، اقدر استدعيها البروبرتيز دي، بس مش كل البروبرتيز يعني. انت سترنج بتاع اللي هي مثلا اللي انت مش مثلا يعني ايه، لو هنفترض مثلا انا عندي هنا فايل ستريم، انا فاتح فايل ستريم مثلا، فاهم؟ فايل ستريم اللي هو مسؤول عن فتح الملفات، الفايل ستريم ده من جواه ده اللي اسمها فاينلايز، بتستدعى برضو من خلال الفاينلايز دي. الفاينلايز دي بتفقد الهاندل، بتمسح الهاندل اللي هي ماسكاه على الفايل، فانت مش هتقدر تكتب جواه، خلاص مش هتقدر لا تكتب ولا تقرا جواه من خلال الفايل ستريم ده بعد طبعا الجي سي كولكت. تعالى كده ناخدها مثال برضه عشان اوضح لك الفكره. رجعت لكم تاني يا جماعه، عملت هنا ايه بابليك بروبرتي فايل ستريم، طبعا بستدعي انا سيستم دوت اي او. لو انت مش فاهم يعني ايه فايل ستريم، فايل ستريم هي هي مكتبه بتقدر ان انت من خلالها تقدر ان انت تكتب جوه الفايل بتاعك اي تكست عادي تقدر تكتب فيه. بعد كده ايه نفتح انا مديها فايل شير دوت نون عشان ما يبقاش غير انا فاتح الملف بس في خلال البرنامج، عشان يا جماعه طولت عليكم بس شويه انا اسف. عندي هنا ملف اسمه اكس دوت تكست. لا نقفل. هنا انا قلت لك من شويه ان انت الفاينلايز لما بتبدا تستدعيها ليها يعني، لما انت بتقدر اصلا تقدر ان انت ترجع الاوبجكت، فاهم يعني؟ تعالى كده ايه بابليك برضو انت اكس بتساوي 10 مثلا. احنا هنا ايه نفس الحكايه برضو عملنا هنا اللي هي نفس الحكايه اللي هو كلاو والكام منه انستانس، وبعد كده بنستدعي داله الكلاو، بعد كده بنقف شويه قبل ما الجاربج كولكتور دي تشتغل، بندوس اي حرف بعد كده الجاربج كولكتور دي تشتغل. مثلا تعالى ايه نطبع سي دبليو سي دوت اكس، انت تقدر ان احنا عملناها اكس ولا عملناها ايه؟ اكس ماشي تمام شغال كده. انشيل دي دلوقتي، انت تقدر ان انت تسترجع، اوريك بس ان انت تقدر تسترجع بيانات من الاوبجكت بتاعك حتى بعد الفاينلايز ما اشتغلت منه. طبعا مش كل البيانات بس انا هوريك دلوقتي يعني الاكس اللي هي الاوبجكتات اللي هي بتبقى في الستاك، اللي مش اللي في الستاك، اللي هي الاوبجكتات اللي هي مالهاش فاينلايز، فاهم؟ اللي هي ما بتتمسحش في الفاينلايز. تعالى هوريك دلوقتي اهو، بص فاينلايز 10 ترو، قدرت ان انا اجيب الاوبجكتات اللي هي متخزنه في الميموري عندي في الانت، انا انت اكس دي متخزنه عندي في الميموري بتاع الاوبجكت بتاعي. ده اثبات ان هو ان ما بيمسحش الميموري، بس بيستدعي اي فاينلايز اللي كان جوه. يعني انا ما قلت لك من دلوقتي ان احنا ايه عملنا كامل فايل ستريم اسمه اف اس، ما بيخلينيش اقدر افتح البرنامج من اي برنامج تاني غير البرنامج ده. تعالى نعمل، تعالى كده نعمل رام دلوقتي.
استنى بس شوية. تعالى كده ايه بنشوف الملف بتاعنا لو احنا كده ايه دخلنا عليه. بص بيقول لي the process can not access the file because it is being used by another process. ان انا مش انت مش قادر ان انت تخش على الفايل لا تقرا منه ولا تعمل اي حاجه لان في بروس اوريدي واخده الفايل ده كايه كحصري ليها انما ما حدش يقدر يخش عليه. تعالى كده ايه ندوس اي حته اي مكان في البرنامج كده فعل استدعينا الفاينلايز واستدعى الفاينلايز برده بتاعه الفايل ستريم اللي هو الاف اس. تعالى كده ايه نفتح الملف بتاعنا فتح ادي هو اقدر اكتب فيه زي ما انا عايز. فانا بقول لك هنا ان هو ان الفاينلايز بيستدعت اي فاينلايز جوه الكائنات اللي بتأشر عليها بتستدعيها. طبعا الفاينلايز في معظم الكائنات بتمسح اي هي بتمسح الاوبجكت ده كل حاجه بتأشر عليه بتمسحها عشان يبقى هي مهيئ على طول الجافا سكريبت انها تشيل الميموري بتاعته. فانا بس حبيت تاخد بالك من النقطه دي بس ان انت ايه الفرق بين الفاينلايز وان انت تستخدمها مع الويك ريف اللونج ويك ريفرنس. انت تقدر ان انت تسترجع اوبجكتات حتى بعد ال بعد الجي سي كولكت ما استدعت الفاينلايز ميثود. دلوقتي خلي بالك هو يعني احنا بعد الكلام ده كله احنا قلنا از الايف. طب امتى ما بيبقاش از الايف؟ قلت لك بعد تاني جاربج كولكت. تعالى كده ناخد الكود ده كوبي كنترول سي كنترول في نشيل دي كده ده برضه نشيل دي كده سيبها دي ولا خلاص شيلها شيلها شيلها. عايزين بس نشوف الاوبجكت حي لغايه امتى. احنا عملنا اتنين خلي بالك جي سي كولكت. الجي سي كولكت دي بتنقل من الفاينلايزيشن كوي ليه الفريتشيبل كوي الاوبجكت بتاعنا ده. الجي سي كولكت الثانيه خلاص بقى هي الفاينلايز بتاعت الاوبجكت ده نفذت فانا خلاص امسح الميموري بتاعته. نستنى كده شويه نشوف بقى هو از الايف ولا لا. بص بيقول لك ايه فاينلايزد ترو فولس. فولس دي ان هو اخر بتاع ان هو خلاص انا مش قادر اوصل له خلاص ان هو ايه اتمسح من الذاكره خلاص. هسيب لك برده لينك اللي هو المقاله بتاعت الفاينلايزيشن دي عايز تقراها براحتك كده. انا عارف ممكن يعني ايه الكلام ما يكونش واضح شويه ان انا بشرح بسرعه وكمان يعني ساعات بتلخبط كده انا اسف ساعات حاجات بتقع مني انا اسف. فانا هسيب لك لينك الدوكيومنتيشن بتاع مايكروسوفت ولينك المقاله اللي انا لسه موريها لك دي اللي هي بتاعه اللي هي الفاينلايزيشن والجاربج كولكت بتشتغل ازاي مع الفاينلايزيشن. خلي بالك ممكن تسال سؤال طب انا مثلا لو عملت شورت مع شورت ويك ريفرنس مع فاينلايزيشن اوبجكت ايه اللي هيحصل؟ قصدي عملت ويك ريف لونج ويك لونج ويك ريفرنس مع اوبجكت مش معاه ديستراكتور مش معاه فاينلايزيشن هيعمل هيتخذ اسلوب الويك الشورت. يعني ازاي؟ يعني مثلا لو انا مش معايا ديستراكتور هنا وعملت وحطيت هنا ترو نو لونج لا هيشتغل كشورت هيتجاهل الترو بتاعتك دي ويشتغل كشورت لو هو ملوش فاينلايزيشن فاينلايزر ميثود. فبس هو ده كان الويك ريفرنس يا جماعه. ارجو يكون الدرس نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو دوس لايك. لو ما عجبكش حط لايك. ولو ما عجبكش لينا نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.